هنخش بقى على الرباعي الهجومي. احنا عندنا زيزو، عندنا اوباما، عندنا بن شرقي. اعتقد مفيش خلاف على الاثنين دول، بن شرقي وزيزو. رغم بن شرقي ممكن يكون زعل بعض الناس في مباراه الاهلي، ما كان شفت ان بعض اللقطات ليه ما كانتش سيئه، مش قادر برضه، يعني بص مش افضل شيء، مش خلينا افضل نقول ان نسخه. هو وخصوصا في عدم جاهزيه رزاق لسه هو الاوبشن الافضل، والافضل وهو الاوبشن اللي احنا بنعول عليه برضه، ان هو قال احنا شفنا منه اللي هو يخلينا دايما نراهن عليه. طيب ماذا عن هذا الرجل بقى يا خليفه؟ مصطفى فتحي يلعب جنب زيزو، قصدي يلعب مكان زيزو، يلعب مكان اوباما، وخلينا ولا نقول نعمل حاجه، ايه بقى؟ خلينا نقول حاجه اللي شفناه من مصطفى فتحي في مباراه الاهلي، وخصوصا اصلا انا عايز حاجه اقول لك على مشجعه حاجه، جدا. اللي هو ايه الماتش الكبير واللعيب اللي عنده شخصيه، يخلينا نصبر عليه اكتر، اللي هو نلعبه ونشوف الاول هنعمل الناس ايه. هجمته قوي خليفه في المباراه الاولى اللي لعبها، اللي هي مباراه اللي لعبها مركز 10 اللي كانت قبل مباراه الاهلي، على اظن فكره طلع مباراه الجيش، هو ما طلع كانش الجيش واخد حاجه، بس كان في حاجه، مش كانش في نقطه هو بالسوء كان ده، بيعدي ساعات، بس هو كان بيزودها شويه زودها شويه. في ماتشات الاهلي، اللعيب اللي بيعدي ده وعنده ثقه في نفسه، دي ميزه رهيبه جدا. ده هنناقشه في سكاوت. فخلينا يعني خلينا نقول برضو ان اوباما لغايه دلوقتي المكنه برضو مش شغاله في افضل حاجه، خالص ماشي. فمصطفى فتحي في مركز 10 ياخد فرصه اكبر، وفي نفس الوقت في التبادل بقى مع زيزو. ولو انا بزود هجوميا، على فكره اللي اتعمل في اخر المباراه، اللي اتعمل في اخر المباراه ان زيزو لعب باك يمين، لو انا بهاجم ومزود في الهجوم قوي ممكن مفيش مشكله ان يبقى في مصطفى زيزو مصطفى فتحي والعب، والعب ممكن بشكل هجومي اجريسيف، في فرقه بتبقى تراجعت طبعا طبعا ازود عليها اللود، اللي يرجع لي زيزو في الاخر، لا انا اخلي زيزو بيعدي وبيرفع من قدام، واخلي مصطفى فتحي كاوبشن بيجيد التسديد وبيجيد كل ده، لا اوبشن اللي شفناه منه في ماتش القمه يخلينا نراهن عليه. طبعا. ده الحين وجود شيكابالا، رجوع طبعا شيكابالا، رجوع العداد شيكابالا، بتاعه وصل 3 عندنا من 8. وناشم الخليفه، عندنا ايمن حفني، هل ممكن نستعين بيهم في حاجه؟ ايمن حفني في 10 بس، اعتقد اعتقد برضه بعيد المستوى شويه البدني، الكره في مباراه لعبه صعبه، يعني ايمن يفضل موجود في الدكه، ليه ماتشاته، ليه ساعات لو مشاركاته، حصل بس اصابات او عجز لما يكون بدنيا، موجود. لما بدنيا هو يجهز اما هو برضه. نجم في المركز بتاعه منافسه صعبه، زيزو وفتحي انا ومصطفى زعلت فتحي من كارتيرون لما نزل اوناج من سايد يمين، ليفت، لا ما يعني هو منتهي كارتيرون يمين، يا منتهي ينزل شمال قدام زيزو او مدال زيزو، بالظبط. ويبقى عندك لعيب بيعدي وبيرفع بشكل كويس، يا اما برضه الاستخدام اللي هو بالظبط، هو يعني بديل جيد لزيزو، لزيزو بديل جيد لزيزو. بالظبط. طب دلوقتي احنا الجزيري، انت بتقول خلاص يعني انت برضو انا بقيت اقتنعت معايا، ان هو هنحط بالتحركات برضو عمر على اعتبار ان احنا ليه ماتشاته، الاثنين على المهاجمين فكره، بتوعنا. على فكره برضو عمر، عمر رغم ان الاداء في ماتش تمام القمه ما كانش افضل حاجه، تمام هو راح ورا التولز، هو مستنيك تمام ورا التولز، تمام اهو فعمر تمام ماشي، معاك. عمر عمر هيبقى ليه ماتشاته، وخصوصا لما الزمالك يضغط على الفرق اللي يعني في مباريات، مش مشكلة، خلي خلاص عمر ورا التولز. لما الزمالك يضغط في مباريات ويعتمد على العرضيات والفريق اللي قدامك يبقى متراجع، عمر برضو مسجل مفيد هدفين، مفيد. واعتقد ان هو هيبقى ليه ماتشاته مع سيف. اصل اقول لك على حاجه، في 5 تغييرات، ما ننساش ال5 تغييرات، 5 تغييرات ده انت هتستخدم دايما، ودايما التغييرات بتبقى ايه، الزمالك بيدور على الفوز، فدايما تغييراته في الوسط الهجومي تمام واللعيبه الاجنحه والاطراف والمهاجم، قليل قوي ما بتهاجم ما بتغير. مظبوط. طب احنا دلوقتي اعتقد ان كلكم موافقين انه في مشكله في خط النص بتاع الزمالك الى حد ما، عندنا ثنائي في خط النص، واحد ملوش بديل، واحد متذبذب مستواه احيانا، بالتالي احنا عندنا حل انا وخليفه بكل واحد بطريقه ما، ان احنا نحسن من جوده التشكيله الاساسيه للفريق، من نظام عمل الفريق، التيم ورك بتاع الفريق بشكل عام ممكن يتحسن، بالظبط. اللي هو 4-3-3. قول لي 4-3-3 4-3-3 بتاعتك3 الاول. عندي، انا شايف ان احنا نرجع تاني لدستور فيريرو اللي كان بيعتمد فيه على ارتكاز صريح، ونقلل بقى من الواجبات الكتير قوي اللي على امام، ان هو ياخد واجبات اقل، يبقى هنا في ناحيه اليمين ومركز 10 اللي مغلبنا ده، وبقى مش بيدينا احسن حاجه، الغي لي هم مركز 10 اساسا، ولا هات تزعل عبد الله جمعه، لعيب عنده عبدالله جمعة. اندفاعات وعنده سرعه، او اسلام جابر، واحد منهم الاثنين. بس حط عبدالله جمعة حاليا بالظبط. عشان بحب عبدالله جمعة. بالظبط. انا اسلام شايف طبعا ان على راسنا كل حاجة يعني. انا شايف ان الشكل ده في الحاله اللي زي دي، انت قللت واجبات اشرف بن شرقي الدفاعيه، اديت حريه اكتر لزيزو، وفي الحاله اللي زي دي انت ممكن تستخدم مصطفى فتحي هنا، لان الواجبات هنا في واحد وراه زي امام بيبقى مصطفى سانده فتحي مناسب كجناح في 4 3 3 في اكتر 4 من 4 3، 2 وبن 3 شرقي كمان مناسب في 4 3 3، وفي الحاله زي انت ممكن في في ماتشات، على فكره زيزو لو زيزو مكانه في المنتخب بلوكد كانسايد رايت، يعني في محمد صلاح، محمد صلاح فاهم، فالمكان يعني ايه، فالمكان بتاعه مقفول، فزيزو لو في مباريات خدها مع الزمالك كباك يمين، انا لو احمد سيد زيزو اروح اقول لهم في المنتخب انا عايز اتصنف باك شوفوا يمين، لي شوفوا انا لي عايز مكان. اتصنف في المنتخب باك يمين، على فكره والله يروح يلعب باك يمين اساسي. طب هقول لك على تصنيف تاني لزيزو، هو ده اللي عايز اقترحه بقى بالنسبه ل 4 3 3. ماذا لو راجل الاستاذ عبد الله جمعه اللي كان مقصر في حق نفسه، وده حاجه لازم يعني يراجع نفسه فيها، خلينا امام عاشور شمال
وأعادنا إنتاج بطريقة ما تمام. طبعا مع الفارق دي ماريا مع أنشيلوتي في ريال مدريد لما وبليز ماتويدي في باريس سان جيرمان لما كان بيبقى لاعب ارتكاز أو لاعب رقم 8 في خطة 4 3 3 كان بيطلع على الجناح ويجي اللاعب الجناح يخش فيهم كان رونالدو ثاني أنا بس عشان أشرح لنا كان رونالدو بهنا يدخل العمق ويطلع دي ماريا على الجانب الأيسر وانفجر دي ماريا في الموسم العاشرة بتاع ريال مدريد لو قعدنا إنتاج هذا العمق مع مين؟ مع أحمد سيد زيزو اللي هو لاعب بيجيد اللعب في خط النص ورجعنا مصطفى فتحي في التشكيله بقى الجناح اللي انت بتتكلم عنه جدا على فكره اللي انت بتقوله وكمان بقى في اكتر من ميزه هنا اولا زيزو لعيب في خط النص مجهود بدني عظيم جدا لعيب بيلعب في خط النص في العمق كتير جدا لعيب بيسدد قربه من المرمى وكمان اللي انا بقول عليه اعاده انتاج دي ماريا بطريقه اخرى انه كتير جدا ممكن اهرب مصطفى فتحي عنده احيانا مشكله لما بيستلم الكرة بيبقى قدام اللعيبه في مشكله لا طب انا اوفر عليه المجهود بتاعه ادخله في العمق يستلم الكرة مش عارف مصطفى فتحي مصر يبقى موجود في المكان هنا مش عارف ليه وهتلاقي زيزو يخش هو في المنطقه دي كجناح فانت بالتالي بتموه زيزو بيخش في العمق في الجناح اه مصطفى فتحي بقى هنا زيزو بيهرب بيخش هو في المنطقه المساحه ومصطفى فتحي ممكن يلخبط علينا بس هو مش مشكله فتحي. اه مصطفى اهو جه معايا اهو ماشي معاك كويس فمصطفى يعني طبعا دي في وسط المباراه احنا 4 3 3 بيبدا زيزو يطلع في الجناح مصطفى فتحي بيخش عمق ده من دي ممكن تكون يدي حتى راحه للاثنين وبلبله للباك الشمال طريقه هجوميه اكتر يعني طبعا طريقه يعني ممكن اقول ان الماتشات اللي ممكن تبدا بعبد الله دي ماتشات انت بتبقى عايز فيها تدافع بشكل ما في ماتشات تانية انت لو حطيت زيزو مع في مركز 8 ومصطفى فتحي موجود دي طريقه هجوميا تكون اجريسيف اكتر لان انت هيبقى عندك جناحين زي اشرف بن شرقي ومصطفى فتحي الاثنين اجريسيف على الجون ودي صفة محمودة جدا ومطلوبة في الانسايدات تعمل مشاكل للباك الباك بيبقى محتار بالزبط. محتار دايما يروح مع مصطفى فتحي ولا يفضل مع زيزو دي بتعمل مشاكل دايما الثغرات دي فدي اقتراحات اقترحناها هي 4 3 3 من الخطط اللي بتملى كتير جدا من فراغات الدلع وخصوصا يعني ايه اللود اللي على طارق وامام يبقى موزع وموزع بلاعب بيلعب ناحيه الشمال ولاعب ناحيه اليمين بيبقى في نظام اكتر في الملعب كل خطه خليفه كل خطه ليها مساوئها وليها عيوبها عشان ما فيش خطه 100% وكل خطه بيبقى فيها مميزات وخطه ليها عيوب